الحاج عرف نفسك. هشام ربيع محرر جريده الشعب. ايوه هم بيقولوا على اهل العباسيه ان هم بلطجيه. طبعا العباسيه طلعت ووالدت ناس كتير، ووالدت عبد الكريم صقر. طب انا مش عايزك تحكي لي تاريخ، معلش عايزك تحكي لي النهارده اللي حصل. اللي حصل النهارده ان هم جم ومعاهم دي حوالي، مين هم دول اللي هم من تحرير الصور اللي جاي من التحرير، ومعاها حوالي 15 موتوسيكل كلهم اشكال كلهم بلطجيه وجايين جاهزين للضرب. كسروا عربيات وخبطوا ناس بالطوب وبتاع وكده، وقالوا على بتوع العباسيه بلطجيه. بتوع العباسيه بيدافعوا عن نفسهم، بيدافعوا عن لقمه عيشهم من المحلات اللي اتقفلت والدنيا اللي اتقفلت. يعني فعلا حصل اشتباكات، حصل من اشتباكات الاهالي مع المتظاهرين. حصل. أيوة. حضرتك أيوة. مين اللي بدا يا حاج؟ اللي بدا بتوع التحرير. بتوع التحرير جم عملوا ايه؟ كسروا 8 عربيات معرض سيارات في اول غرب الاشلاء. حبيت تشوف العربيات، وحبيت تشوف العربيات خلعوا الرصيفه، خلعوا الرصيفه وخدوا منها طوب وقعدوا يضربوا بالطوب، طلعوا فوق اللص وضربوا بالازايز. احنا عندنا اكثر من حوالي 50 واحد متعور من العباسيه، وهم برضو متعور منهم كتير ومستشهد الدمرداش ودار الشفا والزهراء، فيها مصابين كتير. حصل حاجه امبارح بالليل، يعني هل ده كان رد على على امبارح برضو بالليل؟ امبارح برضو عملوا نفس القصه، جت الامن المركزي على اساس ان هو يقف وكده ويصد ليهم وكده، كسروا الرصيفه وضربوهم وردوهم تاني لمكانهم تاني. هم يعني فوضى وعايزين يشيل المشير، يعني لما يشيل المشير واحنا عندنا الشرطه دلوقتي، الشرطه في حاله يعني مش استقرار، احباط. فالنهارده احنا بناخد شعاع من الامن للناس بتاع من الجيش، وانا اعتقد ان في يد خفيه بتلعب بتبعث بابناء مصر ورجال مصر. بس خلينا بس نروح نصور بس العربيات.